بداية أشرف الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية الهاشمي عصاد على فعاليات الندوة الوطنية للغة الأمازيغية في إطار الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم المصادف يوم 21 فبراير من كل سنة، والذي سلط هذا العام الضوء على أهمية تنفيذ سياسات وممارسات التعليم في سياق تعدد اللغات كركيزة لتحقيق هدف التنمية المستدامة. عبد القادر نزار رصد لنا التالي. وجامعة الشهيد، إذا تمت إبرام هذه الاتفاقيات من الأمازيغية والسيد مدير الجامعة. أدينيغا سجول ثانمير في خنمتي يخنوي إديران في نوفجا نعم المند نسفقل نواس أغلناو من توثليث نتيمات إجلان السام في الولايين أم البواقي. يسعدني كثيرا أن أقف اليوم أمامكم لأتوجه بالتحية الخالصة والتقدير العميق للسيد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية على وفائه بموعد وتشريفه لجامعتنا باحتضان فعاليات هذا اللقاء العلمي الهام المتمثل في الندوة الوطنية تحت عنوان الأمازيغية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر إنجازات وآفاق. أحب لي أن أرحب بكم وأشارككم فعاليات هذا اليوم، هذا اليوم الدولي للغة الأم المصادف كل سنة ليوم 21 فبراير، والذي حظيت ولايتنا ولاية الشهيد الرمز البطل محمد العربي بن مهدي بفرصة تنظيمه هذه السنة. من جهة أخرى، أكد عصاد أن المحافظة السامية تعمل على استحداث آليات أهمها مرافقة الجامعيين من خلال تدعيم مشاريع بحث موجهة للجامعيين ومرافقة الجمعيات الثقافية التي تعمل في حقل اللغة الأمازيغية. الشق الثالث هي آلية جديدة منذ 2020 وهي مكسب عظيم ذات صلة بالتوجه العام للدولة الجزائرية من خلال الرقمنة والتكنولوجيا، وذلك في موقع إلكتروني خاص باللغة الأمازيغية. عبد القادر نزار ثانية. هي آليات مؤسساتية، وأنا مناسبة باش نوضحهم في منهجية عمل المحافظة السامية الأمازيغية. الصيغة الأولى مرافقة الجامعي. ميزانية المحافظة تروح يعني بمعنى نخصصها لترقية اللغة الأمازيغية في منظومة التعليم العالي. نخصص ميزانية باش نعطي مشاريع بحث موجهة للجامعين بطلب من المحافظة، يكون عمل يدعم استراتيجية المحافظة السامية الأمازيغية. الصيغة الثانية نرافق الجمعيات الثقافية. نخصص كل سنة ميزانية لجمعيات ثقافية لتعمل في الحقل اللغة والثقافة الأمازيغية. هذه هي المهام تاع المحافظة. نداء مشاركة، كل الجمعيات على المستوى الوطني تقدر تقدم ملف. الشق الثالث هي آلية جديدة منذ 2020 وهذا مكسب عظيم، جائزة رئيس الجمهورية للغة والأدب الأمازيغي. نتبناو هذه المشاريع لأنها تفتحنا آفاق، وهي مشاريع ذات صلة بتوجه الدولة، تكنولوجيا، الرقمنة والمؤسسات الناشئة.